ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنبدأ النهارده مع بعض اول محاضره في السيريف كومباشن. كل سنه طيبين. الاول هنتكلم في المحاضره ديت، عنوانها الاجريكالتشرال بايوماس از سورس اوف انرجي. تمام، احنا طبعا يعني انتوا بدأتوا اتكلمتوا في ماده السيريف كومباشن، شفتوا عرفتوا شويه معلومات عن الانجنز، عرفتوا شويه معلومات عن الفيرست لو ثيرموداينامكس والفيولز انواعها ايه، وان هي عباره عن هيدروكربونز والحاجات دي كلها، وان احنا كل شغلنا اللي بنتكلم عليه هو خاص بالفوسيل فيولز. تمام، اللي هي الفوسيل فيولز في منها طبعا انواع، هم يعتبروا ثلاث انواع اساسيين: جازيوس وليكويد وسوليد. الجازيوس فيولز اللي هي مثلا ناتشر جاز، الليكويد اللي هو الجازولين او الديزل، والسوليد اللي هو الفحم. تمام، طب احنا عندنا مشكلة يعني بيئية كبيرة جدا لما بنقعد نتكلم على يعني تلاقوا دلوقتي كلام الناس كلها والعالم كله على السستينابيلتي وعلى الرينيوبل انرجي وعلى الانرجي افشنسي وعلى الكلام ده كله. كل الكلام ده مشكلة، وعلى الكربون سي او 2 بروبلم اللي هي اللي عاملة لنا الكلايمت، المشكلة الكلايمت اللي هي ارتفاع درجة الحرارة والحاجات دي كلها اللي هو الاحتباس الحراري يعني. فبالتالي ابتدت الناس ان هي تدور على سورسز بديله للفوسيل فيولز. السورس ديت تلاقي بيتكلموا عن رينيوبل انرجي كتيره جدا، موجود منها اللي هي السولار سيلز، الويند توربينز، الهايدرو الكتريك باور زي السدود والكلام ده كله. بس في مشكله كبيره في الانواع ديت، ان انت عندك دلوقتي السولار سيلز والويند توربينز والسدود والكلام ده كله، كل الكلام ده محتاج يعني انيشال كوست عالي جدا عشان تعمل الكلام ده كله. طب الفكره كلها ان انت دلوقتي اوريدي كل محطات مثلا الكهرباء وكل الحاجات اللي معتمدين عليها في الباور، كل حاجه معتمده على انجنز شغاله بانترنال كومبشن انجنز. تمام، شغاله بجازولين او ديزل او شغاله بناتشرال جاز، اي حاجه من الثلاث حاجات دولت. طب احنا ليه ما نفكرش ان احنا نوفر بدائل alternative fuels renewable fuels، تبقى بديله، حاجه بديله للناتشرال جاز وحاجه بديله للجازولين او الديزل وحاجه بديله للكول اللي هو الفحم. فبالتالي اقرب سورس، احنا عارفين الفيولز كلها هي هيدروكربونز، فاقرب سورس للهيدروكربونز هي الاجريكالتشرال بايوماس. تمام، الاول بس احنا لو عايزين نقول انترودكشن سريعه، هي ايه تعريف كلمه بايوماس اساسا؟ هي بايوماس دي اساسا هي بتعبر عن كل الويست اللي متعلقه بحاجه اسمها الفلورا اللي هي النباتات والفونا اللي هي الحيوانات. تمام، فهي بايوماس مش معتمده فقط على النباتات بس، بما ان احنا كلامنا كله حتى كان شغل البي اتش دي بتاعي كله على الاجريكالتشرال بايوماس، فاحنا لما هنيجي نتكلم على، لما هقول كلمه بايوماس هيبقى معناها ان انا قصدي اجريكالتشرال بايوماس. تمام، الميزه في البايوماس ايه؟ طيب البايوماس ديت ميزتها كلها اللي هي الاجريكالتشر بايوماس بقى، ميزتها ان هي اساسا البايوماس عشان تكبر او عشان تنمو خدت ايه؟ هي كبرت، خدت ميه وزرعت في التربه وخدت سي او 2 من الاتموسفير اللي عندنا عشان تعمل عمليه الفوتوسينثيسيس. وبعد كده لما كبرت بقى الحاجات الزراعيه ديت دي كلها، بعد ما كبرت رحنا احنا واخدينها مثلا كلنا جزء منها والباقي الويست بتاعها رحنا جايين حرقناه طلع سي او 2. فالسي او 2 اللي طالع منه تمام اكيد اقل من السي او 2 اللي داخل، حتى لو احنا خدناها كلها ما كناش جزء منها، خدناها كلها وحرقناها، فالسي او 2 اللي خارج منها هيبقى اسوأ احتمال ان هو يساوي السي او 2 اللي هي سحبته عشان تكبر. فده بيتسمى ان هي دي حاجه اسمها كربون نيوترال. كربون نيوترال ان انا ما عنديش دلوقتي اديشن للسي او 2 اللي بتتضاف في الاتموسفير. وده كان اكبر عيب على فكره من الفوسيل فيولز. الفوسيل فيولز ان انت هي انت بتضيف للاتموسفير سي او 2 اكتر بكتير من اللي بيتسحب منها. طب هو الفوسيل فيولز دي اساسا، يعني ده سؤال اتسالته قبل كده وكان في نقاش كبير جدا في كونفرنس، ان هو السي او الفوسيل فيولز ديت هل هي رينيوبل؟ هي نظريا رينيوبل. ليه؟ لان الفوسيل فيولز دي اصلها كان ايه اساسا؟ اصلها ان هي كانت نباتات وحيوانات دفنت تحت الارض في ضغط ودرجه حراره حولت لبترول، والبترول ده هو اللي ادانا الفوسيل فيولز اللي احنا بنستخدمها دي كلها.
فالفوسفر فيوز دي لما تتحرق كلها، فهي اوريدي السي او 2 اللي طلعته ده اوريدي كان اتاخد من النباتات والحيوانات اللي كانوا في الارض من وعملوا البترول. بس الرينيوبل ديت كلمه مش بتتقال على الحاجه متجدده وخلاص، لازم نعرف هي متجدده في رينج تايم قد ايه. يعني عشان الفوسيل فيوز ديت تتجدد محتاجه ملايين السنين، انما عشان النباتات تتجدد انت ممكن كل سنه النباتات دي تتزرع مره واثنين وثلاثه، تمام؟ فعشان كده بنقول على النباتات ان هي رينيوبل، او الاجريكالتشرال بايو ماس ان هي رينيوبل، بس ما نقدرش نقول على الفوسيل فيول ان هو رينيوبل، بالرغم ان هو بيتجدد بس على فيري لونج لايف سبان، تمام؟ طب ايه السورسز بتاعت الاجريكالتشرال بايو ماس اللي عندي؟ هما يعتبروا اربعه سورسز اساسيين. الاجريكالتشرال ويست ده اول حاجه، ان انا عندي اساسا حاجات نبات بزرعه لاجل الزراعه ان انا استخدمه كاكل، تمام؟ والويست بتاعه ده بستخدمه كسورس اوف انرجي، زي مثلا الرايس سترو، قش الرز وقش وحطب القطن وقش القمح وقشر القمح ده والكيزان بتاعت الذره والحاجات دي كلها، كل الكلام ده دي انا ما باكلهاش، بس انا بزرع مثلا الرز عشان اكله، بس قش الرز ما باكلوش، فبستخدم قش الرز ده كسورس اوف انرجي. فده اول نوع من البايو ماس سورسز، الاجريكلتشر بايو ماس سورسز. تاني نوع الباراسيتيك بلانتس. الباراسيتيك بلانتس زي الووتر هايسنز اللي هو ورد النيل. الفكره في الباراسيتيك بلانتس ديت ان دي نباتات اساسا انا ما بزرعهاش وانا مش عايزها، بس هي بتطلع غصب عني كده. ورد النيل ده انت لو تاخد بالك ان هو بيغطي مساحات كبيره جدا من الانهار والترع والكلام ده كله. في المحموديه قبل ما تتردم كنت تلاقي ان هي متغطيه بكميه زرع كتير جدا، ده ورد النيل. ورد النيل ده من اكبر عيوبه ان هو تقريبا 90% من وزنه ميه، يعني بيشرب كميه ميه كبيره جدا جدا، فبالتالي بيهدر الميه بتاعه الانهار، وده بيضيع مصدر من مصادر الميه، تمام؟ طب فده ممكن اخده واجففه واستخدمه. تالت نوع للبايو ماس سورسز عندي اللي ممكن استخدمه اللي هو النون ايديبل بلانتس. النون ايديبل بلانتس ديت اللي هي زي ايه؟ زي حاجه زي اللي هي الجاتروفا. عباره عن ايه النون ايديبل بلانتس؟ دي نباتات زي الجاتروفا دي مثلا، يعني الجاتروفا دي عشان تتزرع ممكن تتزرع في ارض رمليه عادي مش ارض طينيه، ممكن تتزرع في ارض املاحها عاليه، مش محتاجه ميه كتير، مش محتاجه درجات حراره معتدله مثلا ولا حاجه، يعني تتزرع في ظروف صعبه جدا، ومش وبتطلع مش مكلفه لزراعتها، وممكن تطلع استخدم انا بقى جوار تتاكلش، ممكن استخدم الجاتروفا دي بقى ذات نفسها ان انا استخدمها كنوع من الاجريكالتشرال بايو ماس سورسز، واحولها لسورس اوف فيول انا محتاجه. رابع نوع الويست بايو ماتيريالز زي الشاي والقهوه. طب يفرق ايه الويست بايو ماتيريالز عن الاجريكالتشرال ويست؟ الاجريكالتشرال ويست احنا قلنا ان هو جزء من النباتات انا باخده وجزء من النباتات انا برميه، انما الويست بايو ماتيريالز ديت ان انا جزء من، يعني النبات ذات نفسه انا بستخدمه، يعني انا بستخدم القهوه والشاي بستخدمهم ذات نفسهم، تمام؟ بس ما بيتاكلوش او ما بيتشربوش كلهم، ده بيتبقى عندي جزء من تفل من الشاي والبن بتاع القهوه بيتبقى، فدول تستخدمهم في ان انا اخد منهم سورس اوف انرجي. طب حد هيقول لي طب يعني ما هو يعني مثلا قش الرز انا بزرع في دادين رز، فممكن ان انا استفيد بقش الرز ده. طب القهوه والشاي هقعد املم بقى الباكتات ومن الكوبايات ومش عارف ايه وبتاع؟ لا طبعا مش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. احنا اللي بنتكلم عليه ان احنا مثلا، يعني ابسط مثال، وقت ما انا كنت بعمل البي اتش دي بتاعتي وكنت بدور على سورسز للبايو ماس استخدمها، اتكلمت مع بنزينه من بنزينات اون ذا ران، تمام؟ هم انتوا عارفين الكافيه بتاع اون ذا ران، فبسالهم على الويست بتاع القهوه من مكان القهوه عندهم يوميا قد ايه؟ طلع حوالي تقريبا في رينج 30 كيلو او 20 كيلو حاجه زي كده في الرينج ده يعني. ف وده من بيعتبر من كافيه على طريق سفر، فتخيل بقى الكافيهات بقى اللي هي مثلا كافيه ابو عوف مثلا، يعني اللي عامله ابو عوف، او كافيه ستاربكس، او الحاجات دي كلها، كل الكلام دولت انه دولت بي يعني بيطلعوا كميات مهوله من الويست من القهوه يوميا، بدل ما تترمى ممكن استخدمها كسورس اوف انرجي، تمام؟ طب دلوقتي احنا عرفنا ايه الانواع البايوماس، تمام، او مصادرها ايه. طبعا عايزين نعرف هي الكومبوزيشن بتاعها ايه اساسا، ما هو ممكن تكون البايوماس الكومبوزيشن بتاعتها ما تكونش كويسه بالنسبه لي ان انا استخدمها كسورس اوف انرجي.
طب ايه الكومبوزيشن؟ اي بايو ماس بتتكون من اربع كومبوننتس اساسيه، مويستشر كونتنت تمام، وفولاتايل ماتر، وفيكسد كربون، واش تمام. الاربع حاجات دولت اللي بيكونوا لي البايو ماس. ايه اول حاجه اللي هي المويستشر كونتنت؟ المويستشر كونتنت دي هو اي نبات ده مزروع بميه، فبالتالي هو بيبقى شارب ميه فبيبقى فيه رطوبه تمام. فانا اي فيول بستخدمه انا عايز يبقى فيه رطوبه عاليه ولا قليله؟ انا اكيد عايز المويستشر كونتنت يبقى قليل. انت ابسط مثال عشان تعرف الكلام ده، انت مش فوقات مثلا لما بتيجي تعوز تشوي وتيجي تولع في الفحم يقول لك الفحم مش راضي يولع عشان مرطب تمام، معنى كده ان المويستشر كونتنت فيه عاليه. فانا اقصى نسبه مويستشر كونتنت بسمعها في البايوماس هي 20%، اكتر من كده مش هعرف استخدم البايوماس از سورس اوف فيول، وهضطر بالتالي بعد كده ان انا لازم اجففها، سواء بقى ان انا اعمل لها اوفن دراينج او سان دراينج اي حاجه من الكلام ده كله، لازم طريقه تجفيف معينه عشان اجفف بيها البايوماس. تاني كومبوننت من الحاجات المكونات في البايو للاجريكلتشر بايوماس الفولاتايل ماتر. الفولاتايل ماتر اللي هي ايه؟ نبتدي بقى في الحاجات المهمه. المويستشر كونتنت ده مش مهم وملوش لازمه عندي اساسا. الفولاتايل ماتر هي هيدرو كربون فيبرز اند ليكويدز موجوده جوه البايوماس. هو انت مش دلوقتي اي نبات تمام، اي زرعه اي حاجه انت بتمسكها، انت مش ممكن لو عصرتها جامد تلاقيها مطلعه عصاره كده تمام. العصاره دي بتبقى حاجات جزئين، يا اما جزء ميه تمام او جزء ليكويد هيدرو كربونز تمام. وديت اللي بتدي لاي نبات ريحته. انت لما اي نبات بتيجي يعني مثلا لما في البيت لما بيجوا يعملوا خضار مثلا ولا حاجه ويتسلق مثلا مش بتلاقي ريحته طالعه؟ لما بتيجي تعمل شاي وقهوه مش بتلاقي ريحه الشاي والقهوه طالعين؟ بتيجي تعمل اعشاب مش بتلاقي ريحتها طالعه؟ اللي بيطلع ده كله ايه؟ اللي بيطلع ده كله دي الفولاتايلز اللي هي الهيدروكربونز اللي بتطلع وبتتبخر. دي ممكن تبقى يا اما فيبرز اساسا ومحبوسه جوه انسجه البايوماس، او هي ليكويدز ولما بتتسخن بتطلع تمام. واحنا لما بنعوز نعرف احنا البايوماس ديت فيها قد ايه فولاتايل ماتر، بنروح مسخنين البايوماس دي في انرت اتموسفير. لازم اسخنها في انرت اتموسفير عشان ما تولعش. ما انا لو سخنتها لدرجات حراره عاليه انا ممكن اسخنها لدرجه حراره توصل مثلا لمثلا ايه 600 او 700 ديجري سيلسيوس. لو سخنتها 600 ولا 700 ديجري سيلسيوس وانا في اكسجين هتولع. فانا لازم بسخنها في انرت اتموسفير، بيقوم كل الفولاتايلز اللي فيبرز وليكويدز تروح متبخره وطالعه، وده وابقى كده عرفت الفولاتايل ماتر اللي عندي قد ايه. تالت جزء الفيكسد كربون. الفيكسد كربون ده بقى اللي هو الكربون ذات نفسه، اللي هو يعني السي بارتيكلز اللي موجوده في الـ في الـ في النباتات تمام. اخر حاجه اللي هو الاش اللي هو الرماد اللي بيتبقى من حرق البايوماس. انت لو بتحرق اي حاجه بيتبقى رماد. الرماد ده بتبقى حاجات غير قابله للاحتراق، للاحتراق اساسا. تبقى اغلبها ميتلز اللي هي ممتصه، النبات ممتصها وقت ما هو بيكبر تمام. طب انا معنى كده ان انا لو عايز اعرف يعني النسب كل الاجزاء دي بعملها ازاي؟ اول حاجه باخد البايوماس اللي عندي، مثلا باخد 1 كيلو جرام من البايوماس اسخنه. لما اسخنه عند 100 درجه مئويه يقوم مبخر كل المويستشر كونتنت، واروح وازن اللي متبقي. اللي اتبقى مثلا كانوا مثلا 800 جرام. معنى كده ان المويستشر كونتنت قد ايه؟ مويستشر كونتنت 200 جرام تمام. اروح واخد ال 800 جرام دولت مسخنهم في انرت اتموسفير لحد مثلا 700 ديجري سيلسيوس. الاقي اوزان اللي اتبقى بقى بعد ما طلع وبردت وكده، طلع اللي متبقي 600 جرام. معنى كده ان الفولاتايل ماتر قد ايه؟ 200 جرام هي كمان تمام. معنى كده اللي متبقي لي 600 جرام دولت هم اش وفيكسد كاربون. اقوم عامل ايه في ال 600 جرام الباقيين دولت؟ اقوم مولع فيهم، عامل لهم بيرنينج في اكسجين تمام. لما يتحرقوا اللي هيتبقى منهم مين بس؟ اللي هيتبقى الاش. اجي اوزن الاش مثلا طلع 100 جرام، يبقى الاش طلع 100 جرام والفيكسد كربون يبقى هو 500 جرام. والاساسي عندي كان 1000 جرام، اقوم واخد نسب من الكلام ده كله، تلاقي ان عندك المويستشر كونتنت
20%، الفولاتايل ماتر 20%، الفيكسد كاربون 50%، الاش 10%. طبعا دي مش نسب حقيقيه، بس انا بتكلم طريقه حساب كل الكومبوزيشن بتاعت بايوماس تتحسب ازاي. تمام. طب دلوقتي احنا عايزين نعرف احنا ليه اساسا حبينا ان احنا نشتغل بالبايوماس، ايه الموتيفيشنز اللي حفزتنا ان احنا نشتغل على البايوماس. اول حاجه ان انا عندي الفوسيل فيولز بتخلص، الدبليشن بتاع الفوسيل فيولز هي بتخلص، والفوسيل فيولز استخدامها بيعمل لي انفايرمنتال كونسيرنز كتيره جدا. تمام. الاجريكالتشرال ويست دي واحده من الموست بروميسنج رينيوبل انرجي سورسز، لان هي موجوده بنسب كبيره جدا، وزي عندنا في مصر ان احنا اساسا عندنا مصر تعتبر بلد زراعيه، فعندنا كميات كبيره جدا من الاجريكالتشرال ويست. ثالث حاجه، كل المصانع بقت دلوقتي بقت عندها مشكله كبيره جدا مع البيئه، انها لازم تحاول تقلل حاجه اسمها الكربون فوت برينت، اللي هي مساهمتها قد ايه في السي او 2 اللي بيطلع في الجو. فبالتالي لو هم استخدموا بايوماس رينيوبل سورس، يعني اللي هو البايوماس، هيقلل من السي او 2 اللي هم بيطلعوه، فهيقلل من الكربون فوت برينت بتاعتهم. تمام. نقطه كمان، ان انت عندك في الراندوم فايرنج اللي بيحصل ده، يعني انتوا السحابه السوداء اللي بنسمع عنها ديت اللي بتطلع نتيجه قشر الرز ده، هي بتطلع ازاي؟ ان المزارعين كلهم بعد ما بيخلصوا الحصاد بتاع الرز بيطلع عندهم كميه قشر رز كبيره جدا، يقول لك احنا لو رميناها ولا بعتناها تترمى ولا مش عارف ايه هتكلفنا كتير، فلا نولع فيها في مكانها، فبتطلع كميه بلاك كلاودز كتيره جدا. تمام. وهم بيعملوا كده علشان السبب ده اللي هو بتاع الهاي كوست في ويست ديسبوزل. يعني انا عايز اقول لكم حاجه، انا كنت مثلا اتكلمت مع شركه جيفريكس قبل كده اللي هي بتصنع الخضروات المجمده علشان ان احنا نستخدم الويست بتاعهم، فبقول لهم انتوا بتعملوا ايه في الويست اساسا؟ لقيتهم ان هم بيحملوا يوميا تقريبا كان ما بين 7 أو 8 عربيات نقل كبيره، تمام، بتترمى عليها ويست خضار بيترمى. تمام. العربيه الواحده كانوا بيدفعوا لها كام؟ الكلام ده كان من 5 سنين مثلا ولا حاجه، بيدفعوا للعربيه الواحده حوالي 300 جنيه. تمام. طبعا دلوقتي اكيد الاسعار دي اختلفت يعني، فواخد بالك ان هو قول 10 عربيات يوميا، يعني 3000 جنيه يوميا بيدفعوها العربيات ان هي تتنقل، ده غير طبعا العمال اللي بيحملوا العربيات وبيفضوها والكلام ده كله، فبيدفع مصاريف كتيره جدا على الويست ان هو يترمى. فبالتالي لو هم استخدموه كسورس اوف انرجي، ده هيوفر لهم فلوس كتيره وهيقلل الكربون فوت برينت وهيبقى مفيد جدا بالنسبه لهم. تمام. طب هو احنا نقدر نستخدم ال البايوماس وهي رو كده كفيول؟ صعب جدا. ليه؟ اغلب المكن اللي موجود اساسا هو شغال ان هو بيستخدم يا جاز يا سيليكويد فيولز. تمام. طب قلنا مكن يا سيدي بيشتغل بفحم، فانا هستخدم له سوليد بايوماس، حتت كتل كده، هينفع؟ لا، لان البايوماس فيها هاي ليفلز اوف مويستشر. تمام. هيخليها صعب ان هي تولع اساسا. تمام. وبعدين انا عايز اسالك سؤال تاني، لو قلنا مثلا هنستخدم يعني خشب، الخشب او جذوع الاشجار ديت مثلا دي بالكي، حجمها كبير وشكلها مش منتظم وصعب نقلها والتعامل معاها، نتيجة لكل اللي احنا قلناه فوق ده، ان بتبقى الكالوريفيك فاليو، الهيتنج فاليو بتاعت البايوماس قليلة قوي، بتبقى اقل من 20 ميجا جول، في المقابل ان اي فوسيل فيول بيبدأ من 30 ميجا جول فيما فوق، فمعنى كده ان الهيتنج فاليو بتاعت البايوماس وهي رو قليلة. تمام. طب والبايوماس اساسا فيها نقطة كمان، ان هي كان زرع، فالزرع ده دايما احنا عارفين ان هو بيستخدموا له سماد، السماد ده كله نيتروجين، فالنيتروجين ده اللي في البايوماس بيسهل ان هو يكون نوكس فورميشن، وبتبقى دي حاجه برضو ضاره تانيه بالنسبه لي. طب انا اعمل ايه عشان اقدر استخدم البايوماس؟ عشان اقدر استخدم البايوماس لازم ان انا اعمل لها ابجريدنج وكونفرجن ليها، ان انا احولها لانرجي، لمور انرجي ريتش وايزي تو هاندل فيولز. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ لازم يعني اول حاجه ان انا اتخلص من المويستشر اللي فيها. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه، لازم احول البايوماس اللي موجوده دي كلها، هي كلها تعتبر اغلبها سوليدز اساسا، لازم احولها لليكويدز او لجازس. تمام. طب انا عشان احولها لليكويدز او لجازس اعمل الكلام ده ازاي؟ هو مش احنا اتفقنا ان البايوماس دي كلها هيدروكربونز اساسا، فبالتالي الهيدروكربونز دي كلها انا ممكن لما اكسرها
اقدر احولها لجازس او لليكويدز. طب انا بعمل الكلام ده ازاي؟ انا عندي الكونفرجن تكنيكس اللي عندي نوعين، اول نوع البيولوجيكال كونفرجن وتاني نوع الثيرموكيميكال كونفرجن. البيولوجيكال كونفرجن ده بنستخدم فيه بكتيريا معينه، البكتيريا ديت هي اللي بتكسر البايوماس، تكسرها لتحولها للو للايت هيدروكربونز، ممكن ساعتها اللايت هيدروكربونز دي تبقى بقى جازز بقى او تبقى ليكويدز. تمام. طب البكتيريا دي لما بتشتغل لازم تشتغل ازاي؟ تشتغل ان ابسنس اوف اكسجين وعند درجات حراره من 55 ل 75. عارفين في الفلاحين فوات كتيره بيروحوا عاملين ابيار، تمام، الابيار دي يرموا فيها الويست بتاعهم بقى نباتات حيوانات ايا كان ويغطوها ويبقى طالع منها ماسوره، والماسوره دي ياخدوا منها يوصلوها على الافران بتاعتهم. اللي بيبقى طالع ده اللي بيبقى طالع البيوجاز، ان بتبتدي تتحلل. احنا عارفين ان اي نبات او حيوان بيتساب بعد ما يموت بيبتدي يتحلل، وحتى بيطلع منه ريحه وحشه، الريحه الوحشه دي هي التحلل ان الهيدروكاربونز دي بتطلع منه. تمام. فهو دي اول طريقه اللي هي البيولوجيكال كونفرجن، احنا بنستخدم البكتيريا دي نحلل بيها البيوماس. بس عيبها ايه بقى؟ ان هي فيري سلو، بطيئه جدا، تحتاج ايام كتيره، وعشان تحتاج ايام كتير لازم تتعمل في باتشز. طب العيوب اللي فيها ديت هل دي تخليني اقدر استخدمها في حاجه صناعيه؟ لا طبعا. هستخدمها ازاي في حاجه صناعيه؟ اذا كانت ان هي عشان اقدر ان انا استخدمها لازم محتاج ايام عشان اقدر انتجها، ومحتاج ان انا اعملها بكميات كبيره مره واحده. طب يعني انت عايز تفهمني ان انت لو مصنع عايز يشتغل ببايو ماس، ان انا هقول له بقى لا معلش انت هتاخد مثلا طن دلوقتي اصبر عليه اسبوعين ولا 3 اسابيع قبل ما يخلص واستخدمه؟ يا جدع ده انا الطن ده انا ممكن استخدمه طن بيور ديزل او جازولين استخدمهم في اليوم مثلا. فطبعا ده مش هينفع مع الانشطه الصناعيه، ينفع مع الانشطه المنزليه زي في الاراضي الزراعيه والكلام ده كله، ان هم بيستخدموا الغاز ده ان هم يشغلوا بيه الافران بتاعتهم اللي بيطبخوا بيها. طب انا عايز اسرع العمليه ديت، تسريع العمليه دي ان انا اكسر الروابط الهيدروكربونز ديت اسرع. طب ايه اسهل طريقه اكسر بيها اي روابط؟ الحراره. فتاني طريقه اللي هي الثيرموكيميكال كونفرجن اللي هي بتتسمى البايروليسيس بروسيس، ان انا بستخدم درجات حراره عاليه علشان اكسر الهيدروكربونز ديت. بس طبعا عشان درجات حراره عاليه ديت اللي هو انا بقول لكم بستخدم من اول 200 لحد 1000 ديجري سيلسيوس، لو استخدمتها في وجود اكسجين هل انا هبقى بكسر الهيدروكربونز ولا هبقى بحرق الفيول اساسا؟ ده انا هبقى بحرقه. فلازم ان انا استخدمه في انرت اتموسفير او في فيري لو كونسنتريشن اوف اكسجين. تمام. ف الميزه بقى فيها ايه؟ ان هي سريعه جدا، انا ممكن في خلال نص ساعه اكون عملت كونفرجن لباتش كبيره من البايوماس. طب ومن ان هي وقتها قليل، فانا ممكن اخلي البروسيس دي تبقى كونتينوس لان هي ليها فيري شورت سايكل تايم. تمام. فدي هتنفعني اكتر في ان انا استخدمها في حاجات صناعيه. تمام. طب تعالوا نفهم البايروليسيس بروسيس دي بتشتغل ازاي. البايروليسيس بروسيس ديت اولا بتتقسم على حسب الهيتنج ريت بتاعي. يعني ايه الهيتنج ريت؟ انا بطلع بدرجه الحراره كام درجه في الدقيقه. تمام. يعني مثلا لو انا بقول ان انا بطلع ب 20 ديجري كلفن بير مينيت، يعني انا كل دقيقه بزود درجه الحراره 20 درجه. بتتقسم عندي الحاجتين، تعالوا نبص عليها هنا، فاست بايروليسيس وسلو بايروليسيس. الفاست بايروليسيس ده اللي هو الهيتنج ريت اكبر من 40 ديجري في الدقيقه، والسلو بايروليسيس الهيتنج ريت اقل من 40 ديجري في الدقيقه. تمام. طبعا كل ما بزود درجات الحراره، يعني معنى كده ان انا لو يعني لو عايز اوصل ل 1000 درجه، خلينا مثلا يعني ايه 400. تمام. بلاش، خلينا ارقام سهله. لو عايز اوصل ل 400 والهيتنج ريت مثلا عندي 40، فانا هوصل لها في 10 دقائق. انما لو انا هنا في السلو بايروليسيس عايز اطلع ل 400 والهيتنج ريت عندي 20، هوصل لها في ايه؟ في تلت ساعه. فالريزيدنس تايم اقصر في الفاست بايروليسيس من السلو بايروليسيس. تمام. في السلو بيبقى الوقت طويل. اختلاف درجات الحراره ديت او الهيتنج ريتس اللي بستخدمه في الفاست بايروليسيس بيزود لي
البايو اويل برودكشن، وفي درجات الحراره القليله في اللي هي السلو بايروليسز بيزود لي السوليد ييلد اللي هو البايو كار بايو تشار. طب نرجع بس هنا للنقطه ديت، انا بقول البايو اويل والبايو تشار، احنا مش اتفقنا ان انا الفيوسل فيولز عندي اساسا هم ثلاث انواع جازيس وليكويد وسوليد، وقلنا ان البايو ماس نقدر نطلع منها الثلاث انواع. فمن البايروليسيس بروسيس ديت تمام اللي هي تعتبر الستارتنج بوينت بتاعت اول ثيرموكيميكال كونفرجن تكنيكس، ممكن تطلع لي سوليد برودكت اللي بنسميه تشار اللي هو البايو تشار، او ليكويد البايو اويل، او جاز اللي هو البايو جاز. تمام، البايو اويل والبايو جاز دولت بيكونوا من الفولاتايل فراكشنز اللي هي الفولاتايل ماتر اللي موجوده في البايو ماس ذات نفسها، بس البايو تشار تمام ده يعتبر كله الفيكسد كاربون كومبوننتس. تمام، احنا قلنا تقسيمه البايروليسيس بروسيس فاست وسلو على حسب الهيتنج ريت. السلو بايروليسيس دي ذات نفسها كمان بتتقسم على حسب درجه الحراره اللي بنوصل لها. لو احنا وصلنا لدرجة حرارة 300 ديجري سيليزيوس، ده كان اخرنا يعني اعلى حاجة بنوصلها 300 ديجري سيليزيوس، فدي بتتسمى توريفاكشن بروسيس، ودي بنقعد معاها درجات وقت قليل مثلا ساعتين بالكتير يعني. وفي النوع التاني اللي هو الكربونيزيشن بنوصل لدرجات حرارة اعلى بكتير بقى، ده بنبدأ من 300 وممكن نقعد لوقت اكتر من ساعتين بكتير، ممكن يوصل لخمس ساعات وست ساعات. تمام، على حسب درجة الحرارة اللي انا بستخدمها هيتحدد لي الكواليتي بتاعة البرودكت اللي طالع. يعني ايه طيب يا شباب عشان نبقى فاهمين، هو مش احنا قلنا ان هو التوريفاكشن اخره 300 درجة صح؟ طب ولو تفتكروا انا قلت لكم ان على ما باجي احسب الفولاتايل ماتر مش بسخن لحد 700 درجة تقريبا، طب هل كمية الفولاتايلز اللي هتطلع عند ال 300 درجه دي هتبقى كبيره ولا قليله؟ اكيد هتبقى الفولاتايل ماتر اللي هتطلع هتبقى قليله. تمام، فهيتبقى لي فولاتايل ماتر كتير في لما باجي اعمل التوريفاكشن بروسيس. انما في الكربونايزيشن لو هعمل عند 600 او 700 درجه بس، لو انت عند 700 فانا كل الفولاتايل ماتر اللي هتطلع هتبقى يعني الفولاتايل ماتر هتطلع تبقى كتيره جدا، يعني كل الفولاتايل ماتر اللي هتطلع هتبقى كبيره. تمام، فهيتبقى لي فيكسد كربون كتير موجود. تمام، عشان كده تتسمى كربونايزيشن، لان الفيكسد كربون اللي هو الكربون بقى اللي بتبقى نسبته كبيره جدا. تمام، على فكره ده انا لما كنت ببقى شغال في المعمل، لان كنت لازم يعني لازم البس ماسك علشان الابخره اللي بتطلع بتبقى جامده جدا، وكنت لازم البس النضاره ديت عشان بتبقى الابخره اللي بتطلع برضه الفولاتايلز دي بتحرق العينين، وطبعا عشان هدومي وريحة الهدوم والكلام ده كله لازم بلبس البروتكتيف سوت دي كلها. تمام، ده مثلا منظر السيت اب اللي انا كنت شغال بيه، ان انا شغال باسطوانه نيتروجين وبطلع النيتروجين منها على فلو ميتر عشان عارف الفلو ميتر في الميتر ده الفلو قد ايه، وبدخل النيتروجين ده مافل فيرنس، بدخل النيتروجين على كويل. تمام، اهو بدخله على كويل نحاس عشان يسخنه. كويل النحاس ده لما بيسخن انا بسخنه ليه؟ لان النيتروجين بيبقى في الاسطوانه ساقع، وانا مثلا ببقى شغال على درجات حراره مثلا 700 درجه او حاجه زي كده، فلازم اسخن النيتروجين عشان ما يبردليش السامبل بتاعتي، فاسخنه في الكويل ده ويطلع النيتروجين من الباسوري ده من هنا يقوم داخل زي ما حسيت دلوقتي على الرياكتور اللي انا كنت بستخدمه. اهو الرياكتور اهو، الباسوري اللي طالع منه النيتروجين اللي هو الساقع ده يدخل فيه من جوه اهو، والبايوماس عندي بتبقى ماليه السامبل كلها هنا. يعني انا البايوماس بتبقى موجوده هنا في الرياكتور ده كله من هنا. تمام، وطبعا في فتحه فوق كانت موجوده علشان يطلع النيتروجين ده يطلع بره تاني، وادخل نيتروجين جديد ده يطلع لي بروتين في الموضوع. عايز اوريكم بقى في الفيديو ده منظر انا كنت شغال بعمل كربونايزيشن عند درجه حراره 1000 تقريبا. عايزكم تبصوا على المنظر لما بفتح الفرن بحط الفرنس وباكل بالنور. تمام، كنت بقرب تقريبا درجه حراره 1000 ديجري سيلسيوس، كنت بعمل سيفير كربونايزيشن.
الثيرمو كيميكال كونفرجن بروسيسز دولت او ميثودز، تمام، اللي احنا قلنا ان اللي هو اساسهم العامل عمليه البايروليسيس، هم ثلاثه: الجازيفيكيشن تطلع لي بايو جاز، ليكويفاكشن تطلع لي بايو اويل، توريفاكشن تطلع لي بايو تشار. تمام. طب انا دلوقتي لما باجي اختار اي واحده من الثلاثه دولت، انا عندي ثلاثه بروسيسز دولت، عايز اختار واحده منهم هي اللي استخدمها ان انا احول بيها البايوماس اللي عندي، بختارها على اساس ايه؟ عندي اربعه كرايتيريا اساسيين لازم اختار على اساسهم. اول حاجه نوع البايوماس ايه وكميتها قد ايه. يعني مثلا انا لو عندي خشب اشجار، هل ينفع اقول لك لا انا عايزه كله بايو اويل او بايو جاز؟ لا طبعا، لان الخشب ده نسبه البايو البايو تشار او الكربون اللي فيه عاليه جدا، فما ينفعش ان انا اقول لك لا انا هستخدمه ايه بايو تشار، تمام، بايو قصدي جاز. برضو لازم اشوف الاند يوزر ريكويرمنتس بتاعتي ايه. يعني مثلا انا عندي مصنع هو شغال اساسا على الغاز الطبيعي، اقول له طب خد بايو تشار اشتغل بيه، هيقول لي يا عم اشتغل بيه ازاي، ما انا عندي اساسا الانفراستراكشر بتاعتي هي شغاله على ان انا بشتغل ببايو جاز، قصدي بناتشرال جاز، يبقى لازم تجيب لي وقود بديل جازيس هو كمان. فدي برضو معتمده على الاند يوزر هو عايز ايه. برضو في انفايرمنتال ستاندردز كتيره لازم اعرفها قبل ما ابتدي اشتغل، حاجات خاصه بالبيئه، اللي هو مثلا انا لو حرقت سوليدز هل ده مقبوله ولا لا في الانفايرمنتال ستاندردز، لو حرقت ليكويدز مقبوله ولا لا في المكان ده. يعني مثلا انا لو مثلا بحرق، مع انا عندي المصنع ده في منطقه سكنيه وبحرق فيه، هو قلت له اشتغل سوليد فيول، طب انا لما احرق سوليد فيول هيطلع دخنه جامده جدا، فبالتالي مش هينفع ان انا اعملها في الكلام ده، لازم استخدم مثلا حاجه جازيس او ليكويد فيولز. ولازم حاجه تانية افكر فيها الايكونوميك كونديشنز، يعني انا هدفع كام علشان اخد فيول ايه، والفيول اللي هاخده ده هيفيدني ازاي، او هتبقى تكلفته عليا واقفه ازاي. فالاربع حاجات دولت لازم ان انا اخدهم في اعتباري وانا بختار ايه الكونفرجن ميثود اللي انا هشتغل عليها. تمام. ف قلنا هي البايروليسيس بروسيس ديت هي بدايه كل السيرموكيميكال كونفرجن بروسيس ديت، هي ان انا بكسر بعمل كومبوزيشن، دي كومبوزيشن قصدي للبايوماس. تمام. طبعا الكومبوزيشن اللي بتنتج من البايروليسيس بروسيس ديت معتمده على درجه الحراره والضغط اللي انا ببقى شغال، والجاز كومبوزيشن في خلال البايروليسيس بروسيس ديت نفسها. تمام. البايروليسيس بروسيس بتبدا من 200 درجه فيما فوق. طب انا ليه ببدا من 200 درجه؟ لان من ال 200 ديت بتكون دي البدايه اللي انا اقدر من عندها ان انا ابتدي اكسر الفولاتايلز اللي موجوده عندي. تمام. اقل من كده نعتبر ان احنا لسه بنعمل دراينج، بنجفف البايوماس اللي عندنا. تمام. ف وزي ما اتفقنا ان البايوماس ان البروسيس بروسيس بتطلع لي ثلاثه برودكتس اساسيين: اللايت جازز اللي هي البايو جاز، وده بيبقى عباره عن هيدروجين وسي او وسي او 2 اتش 2 او وسي اتش 4 وهكذا، وليكويدز اللي هو التار اللي هو البلاك ليكويدز اللي موجوده، والسوليدز النوع الثالث اللي هو السوليد ريزيديو اللي هو بيحتوي على كميه كربون عاليه. تمام. فاحنا اتفقنا ان احنا عندنا الثلاثه بروسيسز دولت اللي هو الجازيفيكيشن والتوريفاكشن او كربونايزيشن والليكويفاكشن. تمام. من الجازيفيكيشن انا المين برودكت بتاعي البايو جاز. تمام. التار اللي بيطلع في الجازيفيكيشن بروسيس ممكن ان انا كماله التسخين بتاعه يكسره ويحوله اللايت فولاتايز واستخدمه كبايو جاز برده معايا. تمام. جزء من الكار بقى اللي هو التشار اللي هو الكربون ده انا مش هقدر احوله لجاز. طب بعمل بيه ايه؟ ان انا بحرق التشار ده اساسا اللي موجود علشان اولد الهيت العاليه اللي انا محتاجها ان انا اعمل جازيفيكيشن للبايوماس. تمام. طب بالنسبه للتوريفاكشن او الكربونايزيشن، انا هدفي الاساسي ايه؟ ان انا اطلع بايو تشار. طب ومش وانا بطلع بايو تشار مش الفولاتايلز بتبقى طالعه تتحول، تمام، يعني بتطلع يعني بايو جاز فوق عندي، طب انا هعمل ايه بالبايو جاز ده؟ انا مش محتاجه، انا محتاج بايو تشار. فبستخدم البايو جاز اللي بيطلع ده ان انا احرقه
علشان يديني الهيت اللي انا محتاجها لمين؟ للبروسيس بتاعت التوريفاكشن او الكربونيزيشن بتاعتي. تمام؟ واقدر من ان انا التوريفاكشن او الكربونيزيشن ديت ان انا اطلع سوليد فيول الهيتنج فاليو بتاعته اكتر ب 50% من الرو بايوماس ذات نفسها. تمام؟ طب ايه البوسيبل اوتبوتس اللي انا ممكن اخدها من البايروليسيس بروسيس ديت؟ من الجازيفيكيشن باخد السينجاز اللي هو البايوجاز، من الليكويفاكشن باخد البايو ليكويد اللي هو البايو ديزل واخده مثلا استخدمه، او بايو ايثانول. بايو ايثانول ده يعني انا عندي حاجتين، البايو ديزل ده بديل للديزل، وعندي البايو ايثانول ده بديل للجازولين. تمام؟ على حسب انا بعمل كونفرجن بروسيس بطريقه ايه، باخد اي حاجه من الاثنين دولت. التوريفاكشن بروسيس باخد منها فيول اللي هو البايو تشار، وده بصوا ده فيديو، لان انا ده كان بايو تشار طلع من قش رز ومولع فيه. تاخد بالك ان هو مولع زيه زي الفحم بالظبط. تمام؟ تخيل بقى انا لو كنت بولع في قش رز وهو رول، هل كان هيولع لي بالطريقه دي؟ استحاله طبعا. انا كده زودت الهيتنج فاليو بتاعته. تمام؟ واقدر استخدمه كبديل للفحم. بصوا بيتحرق لدرجات حراره 400 درجه، 410 اهو تقريبا، 412 درجه. النوع الحاجة التانية اللي ممكن اخدها من التوريفاكشن ان انا ممكن اخد فيرتلايزر. فيرتلايزر ازاي؟ انا جربت ان انا استخدم البايو تشار اللي طالع ده طبعا قبل ما احرقه. رحنا جايين جربناه في ارض زراعية، خدنا حتة متر في متر ورحنا حاطين عليها البايو تشار وهي بتتزرع، وحتة تانية جنبها على طول ما حطناش عليها حاجة. واخدين بالكم من فرق الزراعة اللي طالعة؟ النبات طالع اكتر ولونه مخضر اكتر من الحته اللي ما فيهاش بايت شار. فالبايت شار ممكن يستخدم هو ذات نفسه ان هو ايه؟ كفرتلايزر. الحاجه الثالثه اللي ممكن اخدها من التوريفاكشن بروسيس الفولاتايلز اللي انا قلت لكم ما بستفيدش بيها ديت، او انا مش عايزها بس انا ممكن استخدمها، ان انا يعني بصوا انا لما حاجه افتح الفرن وانا بعمل توريفاكشن دلوقتي، بص كم الفولاتايلز اللي هتطلع دلوقتي. شايفين كميه الفولاتايلز اللي طالعه؟ دي كلها فولاتايلز وهيدروكربونز طالعه عندي انا مش مستخدمها وملهاش لازمه. فانا ممكن اخدها بقى ساعتها ان انا احولها او استخدمها كبايو جاز، واستخدم البايو جاز ده كسورس اوف هيت او كسورس اوف باور عندي. تمام؟ طب تعالوا نبدا نشوف اول عمليه اللي هي الجازيفيكيشن. الجازيفيكيشن ده بيتعمل ازاي؟ اول حاجه انا البايوماس اللي بجيبها ديت لازم اخدها الرو بايوماس واطحنها، يعني اكسرها او يعني مثلا قش الرز حتت كبيره جدا لازم اكسرها حتت صغيره او اطحنها واجففها عشان استخدمها، واروح حاططها في جهاز اسمه جازيفاير. الجازيفاير ده انا عندي انواع كتيره من الجازيفايرز، حاجه اسمها اب درافت وداون درافت وكروس درافت جازيفايرز. تمام؟ وحاجه اسمها فيكسد بيت جازيفاير وفلودايز بيت جازيفاير، هنتكلم عليهم دولت في السريع كلهم دلوقتي يعني. بس ده ابسط الصوره اللي قدامنا دي ابسط مثال للجازيفاير اللي هو الاب درافت جازيفاير. ان انا بيدخل عندي بملا، يعني ده الجازيفاير ده شكل الجازيفاير عندي، بملاه كله بايوماس وبيدخل عندي هواء من تحت من هنا. الهواء يدخل ويطلع لحد ما يطلع من فوق بايوجاز من عندي من هنا. طب ايه اللي بيحصل؟ احنا مش اتفقنا ان احنا في الجازيفيكيشن انا بحرق البايو تشار او بحرق جزء من البايوماس اللي موجوده ديت، فبالتالي فعلا انا في الجزء اللي تحت ده من هنا ببتدي احرق البايوماس اللي هنا ده في البدايه. فلما تتحرق بتطلع لي هيت، تقوم عامله لي داخله في الريدكشن والديستليشن زونز دولت، ان هي بقى درجه حراره عاليه تكسر لي البايوماس اللي موجوده وتطلعها لي فولاتايلز وبايو جاز من فوق.
وهي طالعة من هنا طبعا كل ما بطلع لفوق درجة الحرارة بتقل بتاعة الهواء اللي طالع او الاكزوست اللي خارج من هنا بعد الحرق اللي حصل تحت، فتطلع فوق درجة الحرارة تبقى داخلة على الدراينج زون هنا بدرجة حرارة قليلة، فتقوم يعني مدفية بس البايوماس الجديدة اللي نازلة من فوق ديت من هنا وعاملة لها دراينج ومطلعها. فيطلع عندي البايوجاز اللي هنا، يطلع ده هيبقى خليط من بايوجاز بلس اكزهوست نتيجة الكومباشن اللي حاصل هنا بلس مويستشر كونتنت من الدراينج اللي حصل فوق هنا، تمام؟ فلازم طبعا انا اخده اكثف المويستشر كونتنت اللي فيه، وبستخدم بقى البايوجاز والاكزوست على بعض بقى، ما بفصلهمش كبايوجاز على طول. طب ايه اللي بيحصل وانا شغال؟ هو مش الجزء اللي هنا ده تحت اتحرق وبقاش، يقوم واقع من الفتحات اللي تحت ديت يقع تحت هنا القاش، وينزل الجزء اللي هنا ده اللي هو اللي كان في الريدكشن والديستليشن زون ينزله تحت، تمام؟ طب لما ينزلوا تحت مش دولت اساسا انا عملت لهم كسرتهم وخدت منهم الفولاتايلز اللي موجوده ومتبقي لهم متبقي فيهم بس البايو تشار، يقوم البايو تشار ده يتحرق تحت من هنا ويروح جاي نازل لي بايو ماس جديده تدخل في الدراينج زون، وهكذا اكمل السايكل بتاعتي، تمام؟ بعد ما البايو جاز ده طلع طبعا هو بيبقى طالع معاه شويه قاش ممكن شويه باودر كده بيبقى طالع من البايو ماس اللي داخله جديده من فوق، فلازم ادخله على سايكلون علشان تخلي لي يعني تطلع لي اي سوليد بارتيكلز طالعه مع البايو جاز تتشال منه، وبدخله في الاخر على كولر وفلتر لانه بيبقى طالع بدرجات حراره عاليه شويه مثلا 100 وشويه، فانا لو البايو جاز ده انا عشان اعبيه في اسطوانات لازم اضغطه، طب انا لو ضغطت حاجه سخنه فمعنى كده ان انا هدفع عليها كتير جدا فلازم ابردها، فبدخلها على كولر وفلتر علشان بعد كده تطلع عندي اقدر اعبيها في اسطوانات واقدر استخدم الجازيوس فيول ده، تمام؟ ده على فكره ده شكل الجازيفاير اللي انا كنت عملته وقت ما كنت شغال في الدكتوراه، ده الديزاين بتاعي وده التنفيذ، وكنت مشغله بسكرو جازيفاير عشان ابقى مخليه كونتينيوس يعني بدخل على طول فيه ايه بايو ماس باستمرار. انا عندي الجازيفيكيشن او الجازيفايرز، انواع الجازيفايرز يعني تو جنرال كلاسيفيكيشنز اللي هو الفيكسد بيد جازيفاير والفلويدايزد بيد جازيفاير. الفيكسد بيد جازيفاير ده ابسط انواع موجوده، الفلويدايزد يعني اقعد شويه في الاوبريشن بتاعتها وفي تشغيلها، تمام؟ الفيكسد بيد جازيفاير والفلويدايزد بيد بيفرقوا عن بعض في شويه كاركترايزيشنز. اول حاجه البايوماس فيت سايز، الفيكسد بيد اقدر اشتغل لحد حجم قطع بايوماس وحد 51 مللي، الفلودايزد بيد ما اقدرش اكتر من 6 مللي. الفاين بارتيكلز اللي ممكن استخدمها في الفيكسد بيد محدوده، يعني هو الفيكسد بيد يشتغل اكتر في القطع الكبيره، انما الفلودايزد بيد يشتغل اكتر في القطع في الحاجات الفاين بارتيكلز، تمام؟ وعشان كده لما بنقول التوليرانس للكورس بارتيكلز، كورس بارتيكلز هي القطع الكبيره، الفيكسد بيد افضل بكتير جدا من الفلويدايزد بيد. طب السنج جاز تمبريتشر اللي خارجه من الفيكسد بيد بتبقى قليله في حدود من 450 ل 650، الفلويدايزد بيد جازيفاير تبقى من 800 ل 1000، تمام؟ لو ناخد بالنا السنج جاز تمبريتشر والاوكسيدنت ريكويرمنت الاثنين مرتبطين ببعض، لان الاوكسيدنت ريكويرمنتس قليله انا ما بحتاجش اكسجين كتير في الفيكسد بيد جازيفاير، فبالتالي طالما الاكسجين قليل درجه الحراره مالها قليله، انما في الفلويدايزد بيد بحتاج هواء اكتر واكسجين اكتر، فبالتالي بتطلع عندي درجه حراره السنجاز عاليه. خدوا بالكم بس انا عايز انبهكم نقطه، مش معنى ان درجه السنجاز درجه حرارته عاليه ان هو كده ولع، لا خالص، ده هيكون ده كل ده لسه في بايو جاز، فعشان كده لازم ابرده كويس قبل ما ابتدي ايه اخزنه. الكاباسيتي بقى بتاعت الفيكسد بيد جازيفايرز تبقى دايما اقل من الفلويدايزد بيد جازيفايرز، تمام؟ طبعا بس احنا عشان نفهم يعني ايه فلويدايزد بيد جازيفاير بصوا الفيديو ده. بصوا
شايفين المنظر ان انا بتبقى عندي لو بايو ماس، هو طبعا هو ده مش بايو ماس، بس انا بتكلم ان انا لو البايو ماس بحطها كباودر صغيره وتبتدي ان هي الهواء وهو طالع من تحت كده يطلع ببابل. تمام، بص منظر البابلز كده وهي طالعه الهواء وهو طالع كده. فالهواء وهو طالع من تحت من هنا لازم ادخل هواء بكميات كبيره عشان يقدر يزق ويطلع من البايو ماس دي كلها. تمام، بص ده بقى هنا، دي بقى ده بقى فلويدايز بيد الفرق. خدتوا بالكم من منظر البابل وهي بتطلع الجاز؟ لو تاخدوا بالكم ان هو مستخدم اساسا اير كومبريسور عشان يقدر ان هو بالاير كومبريسور ده ان هو يعدي الهواء من ال ال البايوماس. فاحنا عندنا في حاجه مهمه جدا في الفلويدايزد جازز، الفلويدايزد بيد جازيفايرز، حاجه اسمها الفلويدايزيشن فيلوسيتي. احنا تخيلوا كده معايا ان زي في الفيديو اللي فات ده الرمله اللي كانت موجوده دي مثلا واحنا عايزين نعدي منها الهواء. الهواء لما هتيجي تدخله بالاول بسرعه بطيئه مش هيعمل حاجه، لما هتبتدي السرعه تزيد شويه تمام هيبتدي الفلويد الهواء ده وهو داخل يبتدي يخلي الباودر اللي موجود اللي هو البايو ماس اللي موجود ده تاكت اكنها فلويد وتبتدي تتحرك مع الهواء اللي معدي موجود ده. طب لو الاير فلوسيتي دي عالت جامد قوي، لا بقى ساعتها هتروح بقى شايله البايوماس ديت او الباودر ده وطالعه بيه طايره بيه مطلعاه بره الجازيفاير. عشان كده لازم ان انا الاير سبيد تبقى في نقطه ان هي لا هي قليله بحيث ان انا ما تقدرش تحرك لي او تعملي فلويدايزيشن للجازيفاير، وفي نفس الوقت ما تبقاش عاليه قوي ان هي تاخد الماتيريالز معاها وتطلع بره الجازيفاير عند ناحيه البرودكت. بالنسبه بقى للفيكسد بيد جازيفايرز، الفيكسد بيد جازيفايرز انا عندي ثلاث انواع: اب درافت وداون درافت وكروس درافت جازيفايرز. بصوا انا مش هدخل في تفاصيلهم او تفاصيل رسوماتهم عشان هم محتاجين كلام كتير جدا عليهم، بس انا اللي يهمني انت تعرف التلات انواع دولت ان هم اب درافت وداون درافت وكروس درافت، ودولت بيتقسموا على حسب اتجاه دخول الهواء ازاي وخروجه ازاي. يعني في الاب درافت الهواء بيدخل من تحت ويطلع من فوق، في الداون درافت بيدخل من فوق الهواء ويطلع سوري يا شباب معلش بيدخل من الجنب. دي البايوماس اللي انا كنت راسمها ديت، ثواني نغير اللون بس عشان تبان. في الداون درافت بيدخل من يعتبر من النص من هنا ويطلع من تحت البايوجاز، والكروس درافت بيدخل من الجنب ويطلع من الجنب التاني. تمام، انا اللي يهمني بس في الفيكسد بيد جازيفايرز اللي هم المقارنه ما بين الثلاث انواع دولت على حسب اب درافت وداون درافت وكروس درافت. الثلاث انواع دولت بيفرقوا على حسب شويه البارامترز بتاعتهم دولت، هنتكلم عليهم كلهم دلوقتي بتفاصيلهم. الفرق في البارامترز دي كلها بتعتمد بس هو كل جازيفاير فيهم يقدر يستحمل قد ايه مويستشر كونتنت عن التاني. الاب درافت بيستحمل اعلى مويستشر كونتنت، الكروس درافت ده اقل واحد فيهم. الاش كونتنت بتاع كل واحد بيستحمله قد ايه، الفيد سايز بتاع كل حاجه، السنجز اكزيت تمبريتشر، كل الكلام ده دي معتمده على الكونستراكشن وعلى بتاع الجازيفاير وعلى حسب اتجاه الهواء ودخوله وخروجه قد ايه. عشان نبقى بس متفقين، انتوا المقارنات ديت تمام انتوا مش مطالبين بيها، تمام مش مطالبين تعرفوا ارقامها يعني، بس مثلا يعني تبقوا عارفين ان مثلا الاب درافت بيستحمل اعلى مويستشر كونتنت، الفيد الاش كونتنت برضو هو اللي الاب درافت يستحمل اعلى اش كونتنت بتاعته، التار كونتنت الاب درافت هو اعلى واحد كده. يعني ايه تعرفوا ان بس مقارنات مين اعلى ومين اقل واحد، انما كارقام لا مش محتاجه ان انتوا تعرفوا ايه، ولا الرسومات ديت محتاجين ان انتوا تعرفوا تفاصيلها عامله ازاي.